بمدى مرور الدوريات الروسية عن طريق هذا أكل دم شهداء كثيرة وشردت شعوب شردت أمم إن شاء الله يمر ما بيمر إن شاء الله غير على أجسادنا. أنا ثائر من ثوار جامعة حلب جامعة الثورة جاي لهون لاعتصم بوجه الرتل الروسي الأسدي لأنه هاي الأراضي أراضي قدمت شهداء وهي الأراضي أراضي حرة إن شاء الله وما رح يمرق عليها لا الروسي ولا الأسدي بإذن الله.